آخر فيلم هو فيلم نوارة اللي أنا عملته عن ثورة يناير. هو ما كانش عن المرأة، هو كان عن فقراء مصر. يعني أنا فكرت أتناول الثورة من أي جانب ومن أي زاوية، فاستقريت على عدالة اجتماعية. ولأنه كنت متأثرة جدا فعلا، لأنه حسيت أنه هم يعني إيه يعني دفعوا ثمن كبير. وحصل عندي تعاطف شديد جدا جدا معاهم، وكان عندي تجربة شخصية في نفس الوقت. لكن أنه البطلة تبقى بقى امرأة ما تبقاش رجل، ده أنا مليش في اختيار الحقيقة، لأني بكتب يعني غصب عني. حتى لحد دلوقتي بقعد أقول لنفسي كده، كل ما تجيلي فكرة ألاقي البطلة امرأة، رغم أن الموضوع ما يكونش نسائي ولا حاجة. يعني ده موضوع نوارة، ده موضوع اجتماعي سياسي. أيوه. لكن عشان انا ببقى بعبر من جوايا، فبيبقى غصب عني انه البطل بطلة الفيلم زي الاديبات مثلا النسائيات. اغلب الادب النسائي هتلاقي البطله امراه حتى لو الموضوع مش نسائي. اسمك ايه؟ نوار. طب ما تيجي نسافر. نروح فين؟ اي حته. نسيت مصر. انا فعلا كبرت، صحتي ما بقتش تستحمل ولا برد لندن ولا حر دبي. انت تسمعش على النهب والسرقه اللي في البلد اليومين دول؟ انا بس خايفه اموت على سهوه، ما تلاقيش شويه ميه في البيت تغسليني بيهم. طب ايه رايك بقى ان اسامه بيدا ابن ناس غلابه زيي وزيك؟ ما هو الملاحظ كمان في أفلامنا بشكل عام، أفلامنا السينمائية، أنه نادرا ما تجزي فيلم بطلته البطلة الحقيقية فيه امرأة. ده حقيقي. ما هي دي سيطرة الرجالة برضو على يعني البطولة عادة رجالية يعني. ده حقيقي. ولو طبعا في طبعا نماذج جميلة اتعملت، هي مش كتيرة بس موجودة. يعني مثلا من أول يعني دعاء الكروان لحد يا دنيا يا غرامي. ايوه. دي اعمال عملوها رجاله، بس دول مش كتير قوي. الاغلبيه ايوه بيعبروا عن الستات في اعمالهم بطريقه مش شبه الستات.